صعوبة الحصول على لقمة العيش واحدة من أساسيات المواطن العراقي، خصوصا إذا كان هناك منافسون لا يدعون لك فرصة لتأخذ أجرك المستحق في غياب سلطة القانون وانعدام أخلاقيات العمل الحر. أنا رأيي أنه أنا هم ما عد لا وظيفة ولا حي، وبس هاي السيارة وشي باسمي قديمة من شركة صاحبة اللي ما أقدر أبيعها. هذا الموضوع. يعني ما تعتبر منافسة بينك وبين أصحاب التاكسيات اللونهن أصفر؟ لا لا، عد وظيفة قبل بساعة ولا شغل ولا عملية هاي، وحتى ما جاي أطلع بس العصر شوية، بس باقيات هواي منتسبين شرطة أعرفهم أكثريتهم. شرطة عاد هم الانترات يحلون من الدوام ما يروح للبيت، ينزع ملابسه أنا جاي أشوفه بعيني ويحطن بالجنطة وظل يشتغل تاكسي. هذا المنافس بالنسبة لي، أنا ما عاد سيارة باسمي ومسلمة من الشركة إلا هذا، أنا ما أقدر أبيعها إلا هاي، حارس على هذا الشيء. سائق الأجرة الذي يعطي لمحطة البنزين وأجور الخط وضريبة اللون الأصفر وبعدها يرجع خائبا للبيت، يحمل الحزن تارة والهم تارة أخرى، ويطالب المعنيين بمحاسبة العجلات الخصوصي لوضعهم علامة التاكسي ومنافستهم بحقهم المستحق. يعني احنا سواق التاكسي حاليا حيل متأذين من شغلة الخصوصي، قاعد ياخذون من عندنا ضرائب وش اسمه، غير احنا نشتغل تاكسي، احنا ما نقدر نوقف بالشارع، ابو الخصوصي يقدر يوقف، يعني الله ما يرضى. يعني هسه انا وراي عيال وايجار، واتمنى من محافظ كربلاء، واتمنى توصل لهاي من مواطن، من اخ، من ابن، يعني الي يحسبنا، اتمنى يعاونونا بالسناتر الشرطه والمرور، قاعد يطلعونا وابو الخصوصي واقف. يعني ابو الخصوصي موظف ايش قد راتبه؟ مليونين، مليون وربع، صح لولا؟ زين انا وراي ايجار ابحث بيت الجهالي، ابحث يعني ما يصير هيك. واتمنى من حكومتنا تسمع صوتي وتسمع صوته، وان شاء الله تسمع صوتنا، قوي القانون بالسياقه، لازم يقوى القانون. راي الرزق على الله مو على بشر. لا ما لا والله ما كح. الله يرضي رزقك. لا شغله ثانيه يا ابن عمي. منافسة غير عادلة بين العجلات البيضاء والصفراء في ظل غياب محاسبة شرطة المرور داخل المحافظة وحقهم بالحصول على لقمة العيش. لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.